نحن الآن في مرحلة من المراحل المهمة في المغرب، وخصوصا بعد ما عرفنا بأن هذه الأرقام المخيفة والإعداد ديال المصابين بفيروس كورونا تتزايد يوما بعد يوم على مستوى الإصابات السلبية وعلى أيضا مستوى الأموات، وبالتالي رحمهم الله بطبيعة الحال، وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر والاحتياط من ذلك، وأكثر من هذا الوقاية مهمة جدا. يجب علينا جميعا أن نضع الكمامة، يجب جميعا أن نضع أيضا في عين الاعتبار أنه ممكن أن تكون أنت مصاب أو أنا مصاب، فيجب أن أحتاط منك وأن تحتاط مني، يجب أن لا نسلم على بعض، لا نقترب مع بعض، تكون هناك فعلا مسافة الأمان، تعقيم، أن نبتعد قليلا، لأنه الحياة فيها الشيء الكثير، الحياة عزيزة كما تقولوا عند الله، ولكن باش يمكننا نحافظوا على الحياة ديالنا والحياة ديال الناس ديالنا، أطفالنا، الرجال الكبار، العيالات، الناس اللي هما كنحبوهم كنحترموهم كنخافوا عليهم ونقولوا بأن هاد الناس ممكن يقرب، خاصنا على الأقل في هاد اللحظة هادي نبتعدوا عليهم بشكل يجعلنا نلتقي بهم مرة أخرى، نلتقي بهم في صحة جيدة. يجب فقط أخذ هاد الاحتياطات، هي بسيطة ويجب أن تكون تلقائية، كما قلت الصباح وضع الكمامة قبل ما تخرج، يجب أن نعقم أيدينا في كل لحظة، ما ننسوش عينينا، ما ننسوش نفنا، ما ننسوش فمنا. يجب أيضا أننا نحاول أن نخاف على بعضياتنا، الخوف من بعضياتنا هو حب في نفس الوقت واحترام من فعله، واللي مصاب يجب أن أو حس برأسه أنه مصاب أو شعر بأنه عنده السيمتوم نتاع أي مرض اللي ممكن يوصل الكوفيد، فعليه أنه يتصل بالمصالح المختصة ويأخذ الأدوية دياله ويدخل لبيته وما يخرجش حتى يحس أو حتى يشعر بأنه بسلام، ومن بعد ما يدوز التست ويبان بأنه نيجاتيف سيخرج. إذن احنا كنا ملزمين الآن وكنا معرضين، حتى شي واحد فينا ما غادي يقول بأنه غير معرض، كنا معرضين أننا قد نصاب في يوم من الأيام، على الأقل الآن في هذه المرحلة، ونتمنى أن هذه المرحلة تدوز بسلم وسلام، وإن شاء الله إلا كنا تعاوننا مع بعضياتنا تنظن بأنه غادي نجتازوا هذه المحنة، وربنا غادي يساعدنا على أنه نجتازنا، لأن غادي تدوز فقط يجب أن نقول يا رب تدوز بأقل أضرار.